صلاة من أجل الراقدين، نمرة واحد بتعلن إيماننا بأنهم أحياء ولذلك بنشاركهم ويشاركونا في الصلاة. بتعلن إيماننا أن احنا ما زلنا في شركة مقدسة مع بعض، هم لم ينفصلوا عن الكنيسة لأن الكنيسة جدرها في الأرض رأسها في السماء. ونمرة ثلاثة بتعطي تعزية للأحياء. ونمرة أربعة دي بقى الأهم، بتعطي غفران للخطايا اللي عملها الشخص المتوفي بدون قصد، بدون معرفة، بجهل، هفوة، مش واخد باله. فبيقعد الشيطان يشتكي ضده حتى في الحاجات دي، فالكنيسة بتخرس الشيطان بأن هي تقدم توبة وتكمل توبة بتاعة المنتقل. إذا كان هو تائب يستفيد، إذا كان هو شرير وحش مش هيستفيد حتى لو كلنا صلينا من أجله.